أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة خداع الشطرنج. السلسلة دي عبارة عن تجميع للخدع والأفخاخ ومصممة علشان تكون مرشدك للفوز السريع في الشطرنج. الخدع والأفخاخ مقسمة حسب الافتتاحيات، ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 47، وما زلنا في الافتتاحيات الجانبية والافتتاح الانجليزي والفخ بعنوان الفخ المتماسك. هنبدأ الفيديو بنبذة تاريخية، ودي الحلقة رقم 20 في تاريخ بطولة العالم. وكنا وصلنا في الحلقة السابقة الى ان كاسباروف مع شورت انقسموا على الفيدا وكونوا رابطة اللاعبين المحترفين، وفاز كاسباروف على شورت واصبح بطل العالم تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين، بينما الفيدا اقام لقاء بين كاربوف وتيمان، ودول كانوا المتحديين الرئيسيين لشورت لملاقات كاسباروف. ولما كاسباروف وشورت انفصلوا اقام الاتحاد الدولي للشطرنج الفيدا لقاء بين كاربوف وتيمان وفاز فيه كاربوف، وبذلك اصبح كاربوف بطل العالم تبعا للفيدا، واصبح في العالم بطلين، كاسباروف وهو بطل العالم تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين، وكاربوف هو بطل العالم تبعا للفيدا. وكان رابطة اللاعبين المحترفين بتقيم لقاءات لتعيين بطل العالم، بينما الفيدا ايضا كان في نفس الوقت بيقيم لقاءات لتعيين بطل العالم تبعا للفيدا. وهنترك جانبا بطولات الفيدا وهنركز على بطولة العالم تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين، وكان لازم يوجد متحدي لكاسباروف على لقب بطولة العالم. وبالفعل اجتاز بسوانسن اناند اللقاءات التمهيدية حتى وصل الى اللقاءات النهائية، وفاز على مايكل ادمز وعلى جاتا كاميسكي في النهائيات، وحصل على بطاقة تحدي بطل العالم كاسباروف على لقب بطل العالم تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين. وفيسوانسن اناند اتولد في الهند سنة 1970، وفي سن 15 سنة اصبح اصغر هندي بيفوز بلقب استاذ دولي، وفي سن 16 سنة توج ببطولة الهند المحلية، وفي سن 17 سنة فاز بلقب بطل العالم للناشئين، وكان اول هندي يفوز بهذا اللقب الرفيع. وفي سن 18 سنة حصل على لقب جراند ماستر، وبذلك اصبح اول جراند ماستر رسمي في تاريخ الهند. وبالفعل اقيمت بطولة العالم بين كاسباروف واناند تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين، واقيمت هذه البطولة في اعلى الدور رقم 107 في مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وكانت الجائزة $1,500,000، بتقسم مليون للفائز ونصف مليون للخاسر. وكان هذا اللقاء مكون من 20 دور بدلا من 24، واللاعب اللي بيصل للنقطة 10.5 بيعلن بطل للعالم، والتعادل 10-10 في صالح كاسباروف. وكان الزمن أول 40 نقلة في ساعتين، ثم كل 20 نقلة تليها في ساعة، وبعد ذلك بيكون 30 دقيقة لاستكمال الدور، ولن يكون هناك أوقات للراحة أو للتأجيل. وبدأت المباراة بسلسلة من 8 تعادلات، وده كان رقم قياسي بالنسبة لبطولات العالم. والدور رقم 9 انتهى بأول فوز لأناند، وأصبحت النتيجة 1-0 لصالح أناند، ولكن للأسف خسر 4 أدوار من 5 أدوار التالية، وتصبح النتيجة 4-1 لصالح كاسباروف. وبعد 18 دور وصل كاسباروف للنقطة 10.5، ولذلك احتفظ كاسباروف بلقب بطل العالم تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين. وبعد ما توج كاسباروف بلقب بطل العالم تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين، كان لابد البحث عن متحدي آخر، وظهر هذا المتحدي ولكن بعد 5 سنوات في سنة 2000، وكان فلاديمير كرامنيك اللي لقن كاسباروف درسا لن ينساه، ولكن دي هتكون قصتنا الحلقة القادمة. ودلوقتي يلا نشوف الفخ المتماسك.
هنستعين في شرح الفخ المتماثل بدور بين اتنين من الجراند ماستر الروس في بطولة أوروبا 2008، جيرجيو بنت وبافل تريجيبوف. وهنشوف ازاي الجراند ماستر الروسي جيرجيو بنت بيقع في الفخ وبيخسر قطعة بعد 11 نقلة فقط. يلا نشوف الفخ. نايت اف 3 سي 5 سي 4. بعد ما لعب الابيض سي 4 وصلنا الى الافتتاح الانجليزي، وده التفريع اللي بيسمى التفريع المتماثل. والاسود كمل نايت سي 6 نايت سي 3 اي 5 اي 3 نايت اف 6 دي 4 سي دي 4 اي دي 4 اي 4. الاسود عاوز الحصان والحصان لازم يتحرك، والابيض في الدور لعب نايت اي 5. لو الابيض ما لعبش النايت اي 5 ولعب مكانها النايت جي 5، الاسود هيوصل للتساوي بعد بيشوب بي 4، ودي نفس النقله اللي هيلعبها الاسود في التفريع الرئيسي. ودلوقتي اذا دي 5 عاوز الحصان، الاسود هيكمل بيشوب تيك سي 3 تشيك بي سي 3 نايت اي 5، وبكده الاسود وصل للتكافؤ مع الابيض. والابيض لو عاوز يوصل للتفوق لازم يلعب نايت اي 5، والاسود بيكمل بنفس النقلة بيشوب بي 4 بيربط الحصان على الملك. ودلوقتي الابيض عاوز يرفع الربط عن الحصان ولعب بيشوب دي 2، والنقلة دي نقلة سيئة ولكنها هي رد الفعل الطبيعي لمنع الربط عن الحصان. ودلوقتي الابيض بيهدد بان ياخد بدائل اي 4 وهو في نفس الوقت حامي الفيل، وفي نفس الوقت الاسود بيهدد ان ياخد بدائل جي 4. ولكن على اي حال وقبل ما هنحلل النقلة دي هنقول ان النقلة الصحيحة للابيض في هذا الموقف هي بيشوب اي 2، والنقلة دي اتلعبت في دور سنة 2008، والاسود كمل بكوين اي 5 نايت تيك سي 6 بي سي 6 كاسل كاسل بيشوب دي 2 روك اي 8، والابيض والاسود لهم فرص متساوية. لكن على اي حال في الدور بتاعنا الابيض رد على ربط الحصان ببيشوب دي 2، ولكن الابيض فوجئ بان الاسود بيلعب نايت تيكس جي 4. وهنا الابيض كمل زي ما هو متوقع بنايت تيكس اي 4 على اساس ان افضل تكملة للاسود هي بيشوب تيكس دي 2 كوين تيكس دي 2 نايت تيكس اي 4 كوين تيكس دي 4، والابيض والاسود لهم فرص متساوية. لكن الابيض هنا اتفاجئ برد الاسود اللي هو كوين اي 7. الاسود بيحمي الفيل وفي نفس الوقت طالب احد الحصانين، وهي دي النقله الذهبيه واللي هتفوز بقطعه. الابيض كمل بيشوب تيك سي بي 4. لو الابيض ما لعبش بيشوب تيك سي بي 4 ولعب نايت تيكس اف 6 تشيك، الاسود هيكمل ببساطه جي اف 6، ودلوقتي هو طالب الحصان المربوط على الملك، والاسود هيفوز حتما بقطعة. لكن على اي حال الابيض كمل هنا بيشوب تيك سي بي 4 عاوز الوزير الاسود، والاسود كمل كوين تيك سي بي 4 تشيك كوين دي 2. الابيض غطى بالوزير، لو ما كانش غطى بالوزير ولعب نايت دي 2 الوزير هيرجع ببساطة الى المربع اي 7 وطالب الحصان المربوط على الملك. واذا الابيض كمل باف 4 الاسود هيكمل ببساطة دي 6 والابيض هيخسر قطعة في النهاية. واذا الابيض في الموقف ده ما غطاش بالحصان من الدي 2 انما غطى من السي 3، ده بيكون افضل رد عند الابيض، والاسود بيلعب كوين تيكس بي 2 عاوز الحصان بكش، والابيض بيكمل روك سي 1، والاسود بيلعب كسل وبيهدد بروك اي 8 وبيربط الحصان على الملك. والاسود في موقف مسيطر وافضل كثيرا، لكن مازال للابيض بعض الفرص. لكن على اي حال في الموقف ده الابيض لعب كوين دي 2 وهو مازال متصور ان هيخرج من هذا الموقف متعادل ماديا، لكن الاسود فاجئه بالنقله الرائعه نايت تيكس اي 4 عاوز الوزير وبيترك وزيره بدون حمايه، ومع ذلك الابيض هنا سلم. لان الابيض لو اخد وزير الاسود كوين تيكس بي 4 الاسود هيلعب ببساطه نايت سي 2 تشيك بشوكه ملكيه للملك والوزير، وهيسترجع وزيره
وهيبقى الاسود متفوق بقطعه، ولذلك الابيض هنا سلم. وده كان الفخ المتماثل اللي وقع فيه جراند ماستر كبير وفقد قطعه بعد 11 نقله فقط. أرجو أن تكونوا استفدتم من المعلومات اللي قلناها في هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة خداع الشطرنج.